مشاهدي بلقيس أينما كنتم، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من فضاء حر، نناقش فيها صعود إدارة جديدة للولايات المتحدة الأمريكية وكيف سيلقي ذلك بظلاله على الأزمة في اليمن والإقليم من حوله. العالم يعيد موضعة نفسه، هذا أبسط وصف يمكن إطلاقه بعد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. على إثر هذا الفوز ارتبكت أوروبا وكوريا الجنوبية واليابان والسعودية وإيران، وهاتان الأخيرتان يؤثر ارتباكهما بشكل مباشر على الأزمة اليمنية. في حملته الانتخابية أعلن ترامب عن برنامج انتخابي أكد فيه على انتهاجه سياسة خارجية تختلف كليا عن السياسات السابقة التي انتهجتها الولايات المتحدة مع قضايا الشرق الأوسط، لعل أهمها تصريحه بأن الاتفاق النووي مع إيران كان أغبى اتفاق وأنه سيمزقه حال الوصول إلى الرئاسة، بالإضافة إلى إظهاره موقفا حادا من إيران المغذية للجماعات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط. وبالمقابل كان موقفه مع الخليج والمملكة تحديدا لا يقل صرامة، فقد قال بكل شفافية وصراحة: عليكم أن تدفعوا لكي نحميكم. إذن متغيرات استراتيجية تحل بالعالم والمنطقة في وقت بات فيه العالم أكثر انقساما وبملامح أكثر وضوح، وتقسيمات قد تؤدي إلى إعادة تشكل خارطة العالم بالكامل. لكن كيف ستؤثر هذه المتغيرات على الوضع في اليمن؟ وما مصير خطة كيري المطروحة حاليا على الطاولة بعد صعود ترامب؟ وكيف سيكون تعامل الإدارة الأمريكية الجديدة مع اللاعبين الإقليميين في المنطقة؟ ونتحدث هنا عن السعودية وإيران. وهل ستحمل الأشهر القادمة تصعيدا عسكريا خلال انشغال أمريكا بترتيب البيت الداخلي؟ وأخيرا، هل سنكون بالفعل أمام سياسة جديدة تغير موازين القوى في المنطقة وتؤثر بشكل جوهري على طبيعة الصراع في اليمن؟ كل هذه التساؤلات وغيرها سنطرحها على ضيوفنا من الرياض الكاتب والمحلل السياسي سليمان العقيلي، ومن عمان المحلل السياسي عبد الناصر المودع. مرحب بكما ضيفي الكريمين، ونبدأ بالسؤال المشترك. أبدأ معك أستاذ سليمان، في ظل الوضع المعقد في اليمن والمنطقة، هل تعتقد أن صعود ترامب قد يؤثر إيجابيا لصالح الحكومة الشرعية والمملكة السعودية في اليمن؟ نعم، أعتقد أنه ليس هناك أسوأ من الرئيس باراك أوباما لقضية اليمن وللعلاقات السعودية الأمريكية ولأمن الخليج، لأن الرئيس أوباما كان أسوأ رئيس تسبب في انخفاض درجة الحرارة في العلاقات الخليجية الأمريكية وبالخصوص السعودية الأمريكية، وانعكس هذا على أزمات المنطقة. إضافة إلى العلاقات السعودية الأمريكية، لا بد من أخذ الاعتبار بالعلاقات الإيرانية الأمريكية التي كان عرابها جون كيري، والتي اتسمت بود ملحوظ وبعطف أمريكي على المصالح الإيرانية. أوباما الأسوأ إذن كان، نتحدث عن المستقبل، ماذا عن ترامب؟ نعم، ترامب أولا ليس لديه وزير خارجية متعاطف مع الإيرانيين مثل كيري، وليس لديه وزير خارجية له مصارعة مع الإيرانيين وله مصالح اقتصادية عن طريق زوج بنته، وليس له اتفاقات سرية طيب مع الإيرانيين في الاتفاق. نفس السؤال أستاذ سليمان، أستأذنك فقط أطرح نفس السؤال على ضيفي من عمان الأستاذ عبد الناصر المودع. أستاذ عبد الناصر، في ظل هذا الوضع المعقد في اليمن والمنطقة، صعود ترامب هل تعتقد أنه سيؤثر إيجابيا في مصلحة الحكومة والمملكة العربية السعودية؟ مساء الخير أخ سامي، وتحية لضيفك الكريم من الرياض. يصعب التكهن بمدى
تأثير ترامب، هل هو إيجابي أم سلبي خاصة على الحكومة اليمنية؟ لأنه أولا الشأن اليمني لم يكن مطروحا في أثناء الحملة الانتخابية، وبالتالي ليس هناك من تصريحات مباشرة حول اليمن من قبل ترامب. إضافة إلى ذلك، الموقف الأمريكي من الأزمة اليمنية كان إلى حد كبير موقف سلبي، أقول أنه كان إلى حد كبير اتسم بقليل من بكثير من اللامبالاة والسلبية. ربما نتوقف إذن ضيفي عند هذه النقطة ونبدأ نقاش محاور هذه الحلقة من فضاء حر. أعود من جديد إلى ضيوفي من الرياض وعمان، وأبدأ مرة أخرى مع الأستاذ سليمان العقيلي. أستاذ سليمان العقيلي، إذا تغيير في البيت الأبيض من خلال وصول ترامب إلى الحكم، كانت هناك وما زالت مطروحة خطة للحل، هي خطة كيري. صحيح أنها الآن تعرف بخطة ولد الشيخ، لكن هي ترجمة لأفكار كيري التي طرحها في جدة. كيف تنظر للتغييرات فيما يخص هذه الخطة؟ هل من تغييرات يمكن أن تشهدها خطة الحل؟ مثل ما قال أخي عبد الناصر، يعني السياسة الخارجية لترامب غير واضحة، ولكن يمكننا البناء على مدى حرارة العلاقات الأمريكية مع المنطقة، مع الإيرانيين ومع السعوديين. أنا أعتقد أن الجمهوريين وهم أصحاب شركات نفط وأصحاب شركات أسلحة ورجال أعمال تهمهم المصالح واللغة المصالح الاقتصادية عندهم مهمة جدا، أنا أعتقد أنهم سيأخذون في الاعتبار العلاقات الخليجية الأمريكية. هذا سنفرد له جزء من الحلقة. حديثي هنا عن خارطة الحل المطروحة الآن، هل من تغير سيكون له تأثير وصول ترامب؟ نعم، هذه مقدمة علشان أقول أنه من أجل ذلك ربما إذا لم يصدر قرار من مجلس الأمن الذي يهددون به الآن، تهدد به إنجلترا وأمريكا، إذا لم يصدر قرار من مجلس الأمن ربما تتعدل الرؤية الأمريكية لليمن. حتى لو صدر قرار، إذا كانت هناك علاقات سعودية أمريكية قوية ربما أيضا تتجاوز حتى قرار مجلس الأمن، لأنه قرار مجلس الأمن 22-16 تجاوزته الإدارة الأمريكية رغم أنها كانت مشاركة فيه. إذا أنا أعتقد أن الرؤية الأمريكية لليمن تعتمد على مدى قوة العلاقات الخليجية والسعودية مع واشنطن ومتانتها وتفاهم الطرفين لبعض. طيب أذهب إلى الأستاذ عبد الناصر مودع في عمان. الأستاذ عبد الناصر، إذن مسارات الحل المطروحة الآن للأزمة اليمنية، صعود ترامب هل من تأثير سيتركه على خارطة الحل المطروحة الآن؟ هل من تغييرات يمكن أن نشهد على هذه الخارطة برأيك؟ يعني على الأقل خلال الأشهر القادمة قبل تسلم الإدارة الجديدة، من الناحية النظرية لا زالت الحكومة الحالية ووزير خارجيتها هو المسؤول عن إدارة الملف السياسة الخارجية، وبالتالي سيستمر دعم الإدارة لخطة ولد الشيخ التي هي جزء كبير منها هي أفكار كيري. إضافة إلى ذلك، علينا لا ننسى بأن الموظفين المتخصصين أو الموظفون المتخصصون بالشأن المنطقة اليمن والخليج لن يتغيروا، هم موظفين فنيين في وزارة الخارجية وفي CIA وفي جهاز الأمن القومي الأمريكي، وهؤلاء يبدو أنهم سيستمرون في تقديم ربما نفس النصائح الذي قدموها للإدارة الحالية. لكن على الأقل سنشهد تغيير وزير خارجية جديد.
طبعا وزير خارجية جديد، هي آلية اتخاذ القرارات أن الخبراء والمتخصصين يقدموا أكثر من خيار وأكثر من توجه، ومن ثم يترك الوزير الخارجية في بعض القضايا أو للرئيس في القضايا الأكبر اتخاذ القرار. طبعا شخصية الرئيس وشخصية وزير الخارجية تنعكس في اختيار هذا القرار وليس ذاك القرار. لهذا السبب الإدارة الجديدة ستكون بالطبع مختلفة عن إدارة أوباما. إدارة أوباما كانت إدارة انكفائية، ولهذا بسبب هذه الإدارة الانكفائية ضعف الدور الأمريكي، وعندما يضعف الدور الأمريكي يبدأ الخلل في النظام الدولي. النظام الدولي مثله مثل أي نظام يحتاج إلى قيادة، إذا هذه القيادة تخلت ولو جزئيا عن دورها يبدأ اللاعبون الفرعيون باللعب، واللاعبون الفرعيون في أي نظام هم في العادة لا يستطيعوا أن يعيدوا الانتظام في المنطقة التي يلعبون بها. فأخذ على سبيل المثال سوريا، عندما تدخل الإيرانيون والروس ودول الخليج وغيرها تعقدت المشهد السوري ولم يعد، وربما يكون لذلك علاقة بحالة الانكفاء لأن الدولة سوبر باور انسحبت الإدارة الأمريكية الديمقراطية. طيب أعود مرة أخرى للأستاذ سليمان العقيلي. سليمان العقيلي، كان هناك تطور لافت إلى جانب التصريحات المعلنة من الحكومة الشرعية ورفضها المستمر لخطة ولد الشيخ. كان هناك رفض من الرئيس هادي والحكومة لمقابلة ولد الشيخ لطرحه المبادرة عليهم. هذا الرفض لمقابلته والتعاطي مع هذه المبادرة، كيف تنظر لانعكاساته وتحديدا من قبل الجانب الأمريكي؟ ونحن نقول أن هذه الخطة هي انعكاس لأفكار كيري. أولا عندنا عاملة، العامل الأول هو تودد كيري الإيرانيين وفق التفاهمات السرية في الاتفاق النووي. هذا كان له دور كبير في الانحياز الأمريكي لإيران وبالتالي للحوثيين. العامل الثاني هو أن الحوثيين وصالح رفضوا قرار مجلس الأمن السابق 22/16، وعندما رفضوا أخرجوا لنا الآن خطة جديدة فيها تنازلات لصالحهم. أنا أعتقد أن الحوثي ليس أقوى من الحكومة الشرعية وليس أقوى من الخريطة السياسية اليمنية من الشمال إلى الجنوب، ليس أقوى من هذا واضح. أستاذ سليمان، هناك من رأى في حالة الرفض هذه لمقابلة ولد الشيخ والتعاطي معه في الرياض أنها ربما قد تكون رغبة في إنهاء هذه المبادرة وأيضاً في إنهاء مهمة ولد الشيخ، ما رأيك؟ بالتأكيد أن هذه المبادرة أسوأ ما يمكن أن نقدم لليمن. هذه وصفة حرب أهلية في اليمن، ليست مبادرة، هذه طبخة أجراها كيري مع الحوثيين في مسقط، أو طبخها وكيله شانون وكيل وزارة الخارجية الأمريكية في مسقط في أثناء اجتماعه مع الحوثيين وربما فيه إيرانيين أيضا. هذه ليست طبخة وطنية يمنية ولا لصالح اليمن. وأنا أعتقد أنه مهما كانت يعني اليمن قدمت تضحيات بآلاف الشهداء، والسعودية قدمت تضحيات أيضا أنا أعتقد أنها بآلاف الشهداء من مدنيين وعسكريين. نقدم هؤلاء الشهداء من أجل أن تأخذ الحكومة ثلث السلطة في صنعاء؟ هل هذا هو الهدف الاستراتيجي لقوافل الشهداء في اليمن من سعوديين ومن يمنيين ومن خراب ومن دمار؟ لا يمكن. طيب إذا كانت غير مقبولة وليست في صالح اليمن هذه الخطة، ما البديل الممكن حتى نشهد تسوية وسلام عادل في اليمن؟ أنا أعتقد البديل عدة أشياء. أولاً يعني يكون في ضغط دولي على إيران، لأنه الذي يصنع السياسة في صنعاء ليس الحوثي. هذا ليس لدي أنا في تقديري رؤية استراتيجية، في خبراء يطبخون له السيناريوهات السياسية والمناورة السياسية والكر والفر مع ولد الشيخ ومع غيره. هذا أنا الحقيقة أراقب بالدقة
الأداء السياسي للحوثيين، لم يحصل أن الحوثيين مارسوا هذا القدر المكثف من المناورة السياسية بهذا النجاح. هذه إدارة إيرانية للمفاوضات أخي الكريم. لا يعقل، لا يعقل إنه طيب الحوثي أستاذ سليمان، إذا كان هناك نجاح في المناورة السياسية بالنسبة للانقلابيين وتقول أن من خلفهم إيران، هذا قد يفهم أيضا أن هناك فشل للتحالف العربي وللحكومة الشرعية في أي مناورات سياسية واستغلال الكثير من الفرص التي كانت في صالحهم لتسجيل النقاط. فشل إذا قبلوا بالخطة، هذه الخطة فاشلة، هذه خطة الفشل. إذا قبلوا بالخطة هذه وصفة الفشل. أنا أعتقد إنه هذه الخطة غير مقبولة لا من الحكومة الشرعية، وحتى ضمنيا ليست مقبولة من السعوديين. ربما السعوديين أيضا يناورون مع الأمريكيين. تعرف الولايات المتحدة قوة كبرى تمارس الإرهاب السياسي على الدول وعلى المنظمات وعلى المفادين، وهذولا يعني ود الشيخ هذا أمس يقول إنه هذه الخطة لن تعدل، وكائن من كان لن يتم التصرف بها. هذا من أين أتت هذه القوة من ولد الشيخ؟ طبعا وراء أمريكا هي اللي تقول له أفرض الخطة ونحن وراءك وسنصدر قرار من طيب. مجلس الأمن. أعود للأستاذ عبد الناصر المودع وأبدأ نقاشي معك في هذه النقطة من حيث ما انتهى إليه الأستاذ سليمان العقيلي. إذن هناك إرهاب سياسي تمارسه الولايات المتحدة من أجل الضغط لتحقيق أجنداتها في المنطقة، واستشهد هنا بالتصريح الأخير لولد الشيخ عندما قال أنا لا تعدل في هذه الخارطة. رفض الحكومة لمقابلة ولد الشيخ والتعاطي معه أيضا في ظل استمرار مواقفها الرافضة لهذه الخطة، كيف يفهم من جانب الأمريكان؟ هل مزيد من الضغوط أم ربما القليل من اللين في المواقف، وربما نشهد تعديل وتغيير في هذه الخطة؟ طبعا أي خطة سلام هي ليست خطط مقدسة، هي في الأخير تخضع إلى الأخذ والرد، وفي نفس الوقت أيضا تخضع إلى موازين القوى للأطراف المتصارعة كلها. صحيح الحكومة اليمنية ليس لديها الكثير لتقدمه، أو ليس لديها أيضا بدائل. الحل العسكري يبدو أنه فشل حتى الآن، إضافة إلى ذلك هناك معوقات سياسية داخلية ومعوقات عسكرية ومعوقات دولية تمنع من استمرار العمل العسكري أو إنجاح العمل العسكري ليكون بديل عن العمل السياسي. العمل السياسي طبعا أو الدبلوماسي عندما بدأت المفاوضات بين هذه الأطراف كان المتوقع أن أي نتيجة لهذه المفاوضات ستكون شكل من أشكال المحاصصة السياسية، لأنه لا يفترض بأن المفاوضات بين أطراف معينة تؤدي إلى تغييب طرف من الأطراف. هنا نتكلم عن سياق المفاوضات منذ بدايتها حتى الآن، لكن في مبادرة ولد الشيخ بدأ وكأن هناك طرف ما سيتم استبعاده بشكل شبه كامل، وهو طرف الرئيس هادي وطرف نائب الرئيس والحكومة الحالية بأعضائها بشخوصها، ربما بالقوى التي تمثلها باستثناء ربما حزب الإصلاح الذي يعتبر حزب قوي ولديه نفوذ. وبالتالي كان هذه الخطة عمليا هي ستستبعد طرف من أطراف المفاوضات وهو الرئيس هادي وفريقه، لهذا رفضهم أمر طبيعي وأمر متوقع. يعني أي خطة تأتي لتستبعدني من عملية سياسية سأرفضها. الرفض أو عدم التعاطي أو حتى عدم مقابلة ولد الشيخ، ربما هذه قد ينظر لها في العالم على أنه تعنت، على أنه تمسك ورغبة بالتمسك بالسلطة لدى الرئيس هادي ولدى فريقه، ربما تزيد عليهم الضغوط، ولكن يعتمد هنا على موقف المملكة السعودية، لأن المملكة السعودية هي اللاعب الرئيسي في الأزمة اليمنية. وبالتالي إن كانت المملكة السعودية تقف ضد هذه المبادرة، بالتالي رئيس هادي وحكومته في موقف قوي، ولكن إن كانوا هناك يقال تبادل الأدوار في موضوع الرفض بين المملكة السعودية واليمن. أستاذ عبد الناصر، عند هذه النقطة نتوقف وأذهب معكم ضيفي الكريمين والمشاهدين أيضا لمشاهدة هذا المقطع الذي يتحدث فيه دونالد ترامب عن استراتيجيته في التعامل مستقبلا مع السعودية، نتابع ثم نستكمل النقاش. دول الخليج لا تملك أي شيء، لكنها تملك الأموال، سأجعلها تدفع. لدينا دين عام يقدر ب19 تريليون، ولن ندفع هذه الأموال. ولا تنسوا دول الخليج بدوننا غير موجودة.
أستاذ سليمان العقيلي، هل ستدفعون لترامب 19 تريليون دولار ديون للولايات المتحدة الأمريكية؟ يقول يعني أولا دول الخليج لا تملك هذا الرقم، لكن أنا أعتقد أنه الشعارات الحملات الانتخابية غير قابلة للتطبيق، خاصة عندما تكون شعارات ضخمة زي مثل هذه. إنما هو يؤكد على أنه الولايات المتحدة لن تدفع تكاليف أمن المناطق الإقليمية في العالم إلا بمشاركة أو تنوء بها الحكومات التي أقيم من أجل هذه المنظومات الأمنية. يعني المشكلة أستاذ سليمان المشكلة ليست في عملية الدفع بالنسبة للسعودية، المشكلة في أن المبلغ كبير. أنا أعتقد أن الأمريكان ما حاربوا في الخليج مجانا ولم يدفعوا ملايين الدولارات في الخليج مجانا. أنا أعتقد أنه الحرب التي الوحيدة التي خاض الخليجيون في تحرير الكويت دفعت بالكامل من دول الخليج، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، ولم تخسر فيها الولايات المتحدة خسائر تذكر. أما فيما يتعلق بكلامه بشكل عام، ربما هو يقصد أوروبا، ربما يقصد كوريا الجنوبية واليابان، لا أدري، لكن إذا هو كان يقصد السعودية والخليج. طيب قلت في مستهل الحلقة أستاذ سليمان، قلت في مستهل الحلقة أن تأثيرات صعود ترامب على الأزمة اليمنية له علاقة بمدى قوة علاقة الأمريكيين مع الخليجيين. بالنسبة لشكل العلاقة المتوقعة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بعد صعود ترامب، يعني هل يمكن أن تخضع السعودية وتتجاوب مع تهديدات وحالة ابتزاز ترامب على الأقل وفق التصريحات المعلنة الآن؟ لا، أنا أعتقد أن السعودية ستدعم ترامب إذا أبدى سياسات مرنة وتصب في المصلحة لمصلحة الأمن الخليج وأمن الجزيرة العربية، ستدعمه وستتحالف معه، وإذا كان هناك تكاليف ستدفعها دول الخليج وليس السعودية فقط. إذا كان هناك تكاليف عسكرية، حتى ترامب قال إنه ممكن على دول الخليج أن تدفع تكاليف المنطقة الآمنة في شمال سوريا. أنا أعتقد إذا كان صادق، الخليجيون ما عندهم مانع أنهم إذا كانت الولايات المتحدة ستوفر منطقة آمنة في شمال سوريا، مستعدون الخليجيون أعتقد لدفع تكاليفها. المهم أنه يتم إنقاذ الأرواح الشعب السوري والشعب اليمني. وإذا كانت المشكلة مشكلة تمويل، أنا أعتقد ليست مشكلة، المشكلة في السياسات. إذا كانت السياسة الأمريكية المشكلة في السياسة. وسأعود لسؤالك عن موضوع هل دول الخليج مستعدة لحسم الأزمة اليمنية وأن تدفع للأمريكان، لكن يهمنا نسمع لرأي الأستاذ عبد الناصر المودع من الأردن. أستاذ عبد الناصر، موضوع ما هو وفق ما هو معلن من تصريحات ترامب ويدخل ضمن ابتزاز الأمريكيين لدول الخليج، هل تعتقد أن شرط العلاقة الاستراتيجية بين أمريكا ودول الخليج يحددها فقط موضوع المال والنفط؟ لا طبعا، يعني العلاقة معقدة جدا، والعلاقة ليست هي لصالح طرف واحد. التدخل الأمريكي في أي منطقة من العالم أو حماية أي منطقة من العالم هو ليس فقط لصالح الشعوب التي تحمى، هي أيضا لصالح النظام الدولي الذي هو لصالح الولايات المتحدة اقتصاديا واستراتيجيا. فالولايات المتحدة عندما تحمي الخليج من تهديدات هي تحمي مصالحها أيضا، ليست فقط تحمي هذه الدول. علينا أن نعير كثيرا كما ذكر الأستاذ سليمان الشعارات التي تطلق أثناء الحملة الانتخابية، خاصة من شخص مثل ترامب. ترامب يعني ليس سياسي محترف حتى نأخذ كلامه على محمل الجد. كنا حتى يوم انتخابه لا نصدق ولا نتخيل بأنه سيصبح فعلا رئيس الولايات المتحدة، ولكن بعد أن أصبح رئيس الولايات المتحدة علينا الآن أن ننتظر لنرى سياسات. السياسة المهمة فيما يتعلق بالأزمة اليمنية والمشاكل في المنطقة في المنطقة حاليا ستعتمد على موقفه من إيران. هل سينظر إلى إيران كخطر على الولايات المتحدة، على مصالح الولايات المتحدة، وبالتالي يبدأ يتعامل معها بمحاولة احتواء إيران
إرجاعها. هل سيكون المدخل لخطوات حتى ننظر لتعامله مع إيران؟ هذا هو السؤال. طيب أستاذ عبد الناصر، حتى ننظر إلى تعامله مع وسياسته مع إيران، هل المدخل سيكون موضوع إلغاء الاتفاق النووي الإيراني من عدمه؟ هو تحدث عن أن هذا الاتفاق ربما هو الأغبى وأنه سيمزقه حال وصوله إلى البيت الأبيض. لا أعتقد أن هذا هو الملف، أن هذا الملف سيتخذ فيه هذا القرار، لأن هذا القرار سيكون قرار متعجل، لأن هذا القرار ليست الولايات المتحدة فقط طرف فيه، الدول الكبرى أيضا طرف فيه ومجلس الأمن طرف فيه، وبالتالي لا أعتقد بأنه سيتخذ هذا القرار. ولكن كما ذكرت لك، القضية هو كيف سينظر ترامب لإيران، هل سينظر لها بأنها قوة موازنة، هل هو سينظر لها أنها قوة خطرة وقوة يجب كبح جماحها، يجب إرجاعها خطوات إلى الخلف وإرجاع المكاسب التي كسبتها خلال فترة الانكفاء خلال حكم أوباما، والتي كان من نتيجته اليمن وسوريا. وعندما نتكلم الآن موضوعنا حول اليمن، نقول أن أحد مظاهر التمدد الإيراني هو كان الاختراق الذي حققه الحوثيون بدعم إيراني في منطقة حساسة لدول الخليج. الآن علينا أن نفكر، هل أيضا سيتعامل الحكومة الأمريكية مع الحوثيين كقوة خطرة وقوة مهددة لاستقرار اليمن، أم أنها قوة أو عامل استقرار كما هو الحال الآن مع حكومة أوباما؟ قراءتك واستشرافك للمخاطر التي من خلالها تنظر أمريكا وسترسم سياستها القادمة بالنسبة للمخاطر، سواء من الدور الإيراني أو أيضا من الحوثيين، كيف تتوقعها أنت وكيف تنظر لها؟ وهم دائما ما يضعونها في مقابل مخاطر الإرهاب والجماعات الإرهابية. طبعا الجماعات الإرهابية التي هي القاعدة داعش لديها أجندة واضحة بمهاجمة أمريكا ومصالحها، وبالتالي بالنسبة لهم هذا هو خطر مباشر وخطر حقيقي يتعاملون معه عن طريق العنف في أكثر من منطقة. الحوثيون رغم أن شعاراتهم، رغم أن أدبياتهم تشبه أدبيات وشعارات القاعدة، ولكنهم عمليا أكثر حذرا بأن يوجهوا أعمال مباشرة ضد المصالح الأمريكية. ولهذا هناك توجه داخل الولايات المتحدة والدول الغربية ينظرون للحركة الحوثية بأنها قوة موازنة ومعادلة للإرهاب بين قوسين السلفي السني، ولهذا لا ينظرون لها كخطر، وهم يصرون على أن تبقى جزء من المعادلة السياسية، وهم لا ينظرون إلى أن خطورة الحوثي بأنه سيمنع قيام دولة حقيقية في اليمن، وبالتالي غياب الدولة الحقيقية في اليمن هو الذي سيؤدي إلى انتشار القاعدة وانتشار داعش وغيرها من الحركات الإرهابية المتطرفة. إذن الحوثي ربما لا يكون خطر مباشر على أمريكا، ولكنه خطر غير مباشر، وهذا أمر مؤكد، لأن اليمن لن تستقر في وجود الحوثي، أكان وجود ضمن تسوية ومحاصصة ما، أو ضمن الوضع الحالي الذي طيب هو مهيمن ومسيطر على جزء كبير. أعود للأستاذ سليمان العقيلي من الرياض. أستاذ سليمان، تقول أن المشكلة ليست في دفع الأموال من دول الخليج لأمريكا، وربما المشكلة هي في السياسات. الدول الخليج قلت أيضا أنها مستعدة لتمويل إذا كانت هناك منطقة آمنة في شمال سوريا، ماذا بخصوص اليمن؟ هل فقط الأموال يمكن أن تدفع في إطار الحماية فقط، أم ربما في إطار أن يكون هناك حسم للأزمة اليمنية وبالتالي ينتهي هذا الصداع بالنسبة للمملكة العربية السعودية وحلفائها في دول الخليج؟ أنا أعتقد أن المال في خدمة السياسة طبعا، لا يمكن أن تقدم الأموال لخدمة مخططات أجنبية سواء كانت إقليمية أو دولية إذا كان فيها ضرر على المصالح الأمنية لدول الخليج والجزيرة العربية بما فيها اليمن. لكنه إذا كانت هناك مخططات سواء كانت أمنية أو اقتصادية وتنموية لصالح الاستقرار في اليمن في جنوب الجزيرة العربية، من المؤكد أن دول الخليج ستنكب على يعني بلورة صندوق دولي إقليمي لتأمين الاستقرار في اليمن. طيب سياسي فيما يخص الموضوع الإيراني أستاذ سليمان،
كيف تنظر لتصريحاته فيما يخص موضوع إلغاء الاتفاق الإيراني وتأثير ذلك على تحالفات المنطقة والأزمة اليمنية بشكل عام؟ شوف طال عمرك، الموقف الأمريكي من إيران وبالتالي من الأزمة اليمنية يتوقف على الإجابة على واحد من سؤالين: هل السياسة الأمريكية مرتبطة بشخص الرئيس أوباما وجون كيري، أم أنها رؤية استراتيجية صادرة من مراكز التفكير الأمريكية الاستراتيجية ومن مؤسسات الضغط والكونغرس والمؤسسة السياسية كلها؟ إذا كان الجواب الثاني، أنا أعتقد التغيير صعب، سواء الاتفاق النووي أو العلاقة مع إيران، لأن العلاقة مع إيران ربما تكون بالنسبة للمصالح الأمريكية استراتيجية. أما إذا كانت فيها مصالح شخصية مثل ما كان الأمر الآن لكيري ولأوباما، أو عقد تنتاب هذه الإدارة أو التفكير السياسي العقل السياسي الأمريكي بالنسبة للسلفية السنية، هذا يختلف. الكثير يرجح أن السياسة الخارجية لأمريكا هي من ترسمها وتحددها كما قلت مؤسسات عديدة داخل أمريكا، وبالتالي هل يمكن أن نشهد حالة ثالثة في التعامل الأمريكي والسياسة الخارجية مع منطقة الشرق الأوسط؟ هي ربما الآن محصورة ما بين الاعتدال والتشدد، هل يمكن أن نشهد حالة ثالثة أو أن تكون أقرب إلى التشدد؟ نعم، وهذا معروف ربما لسياسة الجمهوريين وتدخلهم المباشر في أزمات المنطقة. الرئيس ترامب هو بشر الأمريكيين والعالم بأنه سيقوم بثورة داخل مؤسسة، ووصف طبقة السياسية بأنها طبقة فاسدة، بما يعني أنه سيجري تغيير راديكالي في طريقة إدارة السياسة الأمريكية وفي بنيتها المؤسساتية. هذا إذا كان كما صرح وكما أكد أو كما يتمثله الشعب الأمريكي. يعني الناس مصدومين في طريقة قدوم ترامب المتطرف المتهور، لكنه بالنسبة للشعب الأمريكي هو يريد أن يرسي أسس سياسة داخلية وخارجية جديدة تعتمد على الأمريكا وعلى المصالح. هل هو قادر على إرساء هذه السياسة وفق المعلن من أدوات وآليات السياسة والتي من خلالها ترسم السياسة الداخلية وفق الدستور الأمريكي، يعني وفق أيضا متابعتك، هل هو قادر على إحداث هذا التغيير؟ أنا أعتقد أنه قادر، يعني عدة رؤساء أمريكيين يعني تبنوا عقائد سياسية استمرت سنوات أجيال، يعني الرؤساء أمريكيين خالدين يعني تبنوا يعني عقيدة سياسية مع الاتحاد السوفيتي سابقا، وتبنوا سياسة الأمن في الشرق الأوسط، وتبنوا سياسة مكافحة الشيوعية، وتبنوا مشاريع سياسية كثيرة. ولذلك أنا لا أستغرب أنه ترامب القوي الذي ظهر متعجرفا ومعتدا بنفسه، والذي يرى أمس زار البيت الأبيض ورآه أقل من قصره المرصع بالجواهر والذهب، أنا لا أستبعد هذه الأيام ربما كفيلة بإيضاح ذلك. أعود للأستاذ عبد الناصر المودع. أستاذ عبد الناصر، تحدث الأستاذ سليمان العقيلي عن وصف ترامب للنخبة الحاكمة في أمريكا، وكان هذا واضح من خلال مناظراته ومؤتمراته التي كان يعلن من خلالها مواقفه الصريحة. قال أن النخبة السياسية ربما هي فاسدة ولا بد من تغييره، وهنا حصل خلاف له مع الجمهوريين ولم ترشحه المنظومة التقليدية للجمهورية ولم تدعم خيار ترشحه عن الحزب. الآن كيف يمكن أن تتقاطع مصالح الجمهوريين كمنظومة حكم مع توجهات ترامب، ووفق ما لديك من اطلاع بالنسبة لسياسة الجمهوريين وتعاملها مع أزمات المنطقة على مدى فترات حكمهم خلال السنوات الماضية؟
تقليديا الجمهوريون لديهم سياسات تدخلية كثيرة، القادة الرؤساء الجمهوريون والإدارات الجمهورية هي أكثر تدخلية وقراراتها تكون أكثر حزما من قرارات الديمقراطيين، هذا في المجمل. ولكن نحن الآن أمام ظاهرة جديدة، ترامب ليس ابن المؤسسة الجمهورية لكنه سيحكم بأدوات الحزب الجمهوري، بالطبع الكونغرس مسيطر عليه من الجمهوريين والإدارة الذي سيشاركونه معظمهم سيكونوا من الجمهوريين. ولكن كما قال الأستاذ سليمان، لكل رئيس لديه مساحة واسعة بأن يضع بصمته الخاصة، وترامب يبدو أنه سيضع بصمته التي حتى الآن نحن نجهلها. هذا الشخص تماما لا نستطيع أن نتنبأ بكيف سيسلك، ولكن بشكل عام نقول بأنه لن يسمح كما سمح كلينتون أوباما لدول ولاعبين ثانويين أو أقل مكانة من أمريكا بأن تلعب في أماكن دون أن يكون للأمريكان دور، مثل ما هو حاصل الآن في سوريا، بمعنى أنه على عكس ما يتصور البعض بأنه سيكون حليف لروسيا، لا، يبدو أنه سيحد من النفوذ الروسي في أكثر من منطقة. هذه نقطة سأناقشها معك أستاذ عبد الناصر لاحقا، نقطة الدور الروسي والتقارب. إيران كونها في موضوع التقارب الروسي وحالة إعجابه ببوتين سنتناقش فيها، لكن بعد أن أطرح عليك هذه النقطة في موضوع حالة الفوضى التي شاركت ربما كما يقول البعض بها أمريكا في الشرق الأوسط، حالة التطييف والصراع الطائفي وتمكين الأذرع الإيرانية داخل المنطقة للعب وخلط الأوراق كثيرا، وهذا كان ربما واضح في عهد أوباما. هل الإدارة الجديدة من المتوقع أن تستمر في هذه السياسة أم ربما أن تختلف في موضوع حالة التطييف وربما السنة والشيعة وإشغال العرب والمسلمين في صراعات بينهم؟ يعني أنا لا أميل إلى أن أمريكا ساهمت في عملية الصراع الطائفي، ولكن هي ساهمت بشكل غير مباشر، بمعنى عندما انسحبت وتركت اللاعبين المحليين لحالهم يلعبوا في المنطقة، اللاعبون المحليون أدواتهم في الصراع هي أدوات طائفية لسوء الحظ، كان من هذا الطرف السني أو من الطرف الشيعي تم اللعب بها. وبالتالي حينما تتدخل أمريكا وتزيد تدخلها في المنطقة هي ستحد من الصراعات، لأنه كدولة تقود النظام العالمي يهمها الاستقرار، يهمها استقرار أي منطقة في العالم. وبالتالي الولايات المتحدة عندما تتدخل يهمها استقرار إسرائيل ربما، وبالتالي ما حصل لا أي منطقة في العالم، يعني الدولة العظمى والدولة التي تترأس نظام دولي يهمها أن يستقر النظام الدولي، باستثناء المناطق التي يكون هناك لخصومها تريد أن توقع خصومها أو تضعف خصومها فيه، كما كان حال أفغانستان بالنسبة للاتحاد السوفيتي. ولكن بشكل عام الدولة العظمى يهمها استقرار النظام الدولي، خاصة في المناطق التي هي مناطق ليست محسوبة على خصومها، والشرق الأوسط أو المنطقة هذه ليست محسوبة بالكامل على خصومها، هي فقط خصومها تمددوا حينما انكفأت الولايات المتحدة. حينما تعيد الولايات المتحدة تدخلها في هذه المنطقة، وإذا كان تدخل كثير في هذه الحالة ستحد من الصراعات بشكل عام، ومن ضمنها الصراعات الطائفية التي هي أحد مظاهر الصراع الطبيعي في منطقة تعج بهذه الخلافات، وهي جزء أصيل من هذه المنطقة. لا نستطيع أن نقول بأنه أتوا الآخرون وصنعوا لنا الصراع الطائفي. الصراع الطائفي اليمن أين نعاني منها نحن؟ طيب ما طرحته فيما يخص الصراع الطائفي الذي هو انعكاس ربما للصراع داخل المنطقة، اليمن أين هي من هذا؟ نفس الشيء، اليمن هي في حالة الانكفاء الأمريكي، أدى إلى تمدد الحوثيين، أدى إلى عدم تعامل مع الحوثيين كقوة خطرة، كقوة مهددة لاستقرار اليمن خلال فترة. طيب أنتقل للأستاذ سليمان العقيلي. أستاذ سليمان العقيلي، إذا كان لك من تعليق، لأنه على ما طرح الأستاذ عبد الناصر المودع فيما يخص حالة الصراع الطائفي، هو ربما يقول أن لا أمريكا لا علاقة مباشرة لها بما يحدث، ما رأيك؟ أنا أعتقد أن الولايات المتحدة يعني عززت نيران طائفية في المنطقة، وكانت سعيدة بأنها وجدت في العراق بدلا من سلاح الدمار الشامل وجدت سلاح الطائفية الشامل، وهو أقوى من سلاح الدمار الشامل،
وهي استخدمته استخدام سياسي تمزيقي بالتعاون طبعا مع إيران، القوى الطائفية الرئيسية في المنطقة. العرب لم يشهدوا أي نزعات طائفية أو نزاعات طائفية طوال قرون، وكانت المنطقة تتمتع باستقرار وسلم اجتماعي وسلام، وكانت معظم النزاعات نزاعات طيب الطبيعة. بشكل سريع أستاذ سليمان، موضوع الإعجاب ترامب ببوتين، هل يمكن أن نشهد حالة تقارب أشمل بين روسيا وأمريكا، وما علاقة إذا ما حصل هذا التقارب بحروب المنطقة؟ بالنسبة للعلاقة بين ترامب وبوتين، في الحقيقة أنا ما عندي الكثير لأقوله، لأنه هذه وصفة يعني من وصفات النادرة، ويبدو أنه المنطقة يعني ستتضرر من مثل هذه الوصفات، لأنه اتفاق القوى الكبرى ضد منطقتنا ليس في صالحنا. نحن تمتعنا بالسلم والهدوء والاستقرار عندما كانت الحرب الباردة مشتعلة بينهم. أستاذنك بسماع رؤية الأستاذ عبد الناصر في هذه النقطة، هل يمكن أن يحدث تقارب أمريكي روسي وانعكاسه على المنطقة؟ يعني المسألة مفتوحة على أكثر من احتمال. هناك احتمال أن يتم توظيف العلاقة الشخصية بين ترامب وبوتين في الملف السوري، هذا احتمال، ولكن احتمال آخر بأن تتصاعد نزعة العداء بينهما في حال كان هناك استمرار للتدخل الروسي وضعف للأداء الأمريكي، لأن المشكلة السورية ستبقى مشكلة غير محسومة حتى مجيء ترامب، وحسمها يتطلب تدخل كثيف أمريكي وليس انسحاب أمريكي من هذا الملف. لهذا الأمر حتى الآن غير واضح، ولكن غير واضح. أستاذ عبد الناصر، حتى 20 يناير سنكون أمام فترة يتم فيها ترتيب البيت الداخلي الأمريكي، مراسم استلام وتسليم بين أوباما وترامب، هل يمكن أن نشهد تصعيد عسكري من قبل التحالف العربي وحكومة الرئيس عبد الرب منصور هادي خلال هذه الفترة؟ من الممكن إذا ما كان هناك رغبة لدى السعودية بأن تدفع الأمور نحو حسم عسكري، ربما نشهد تصعيد في العمليات العسكرية في اليمن وفي هذه الفترة، التي هي الفترة بين الإدارتين، ولكن سيعتمد ذلك أيضا على الصدى في الميدان وعلى نتيجة هذا الفعل في الميدان. إن كان هناك أخطاء كما حدث في الأخطاء السابقة وتؤدي إلى ضجة في العالم كما حدث خاصة في أستاذ عبد الناصر، ماذا تقصد عندما تقول إذا كانت ربما هذا يؤدي أيضا؟ أستاذ عبد الناصر ماذا تقصد؟ يعني نحن نعرف أن اللاعب الرئيسي في اليمن هي المملكة العربية السعودية، وبالتالي إن كان هناك رغبة سعودية بأن يتصعد العمل العسكري في هذه الحالة، سنشهد تصعيد عسكري، لكن لا يعني التصعيد العسكري أنه سيحدث اختراق أو انتصار عسكري، لأن الأمر سيعتمد أيضا على الرد الفعل في الميدان من قبل الطرف الآخر. سأنقل وجهة نظرك أستاذ عبد الناصر لضيفي من الرياض الأستاذ سليمان العقيل. سليمان، يرى الأستاذ عبد الناصر أنه إذا كانت هناك رغبة للمملكة العربية السعودية، ربما قد نشهد تصعيد عسكري من قبل التحالف والحكومة الشرعية، ما رأيك؟ هل يمكن استغلال هذه الفترة من الآن وحتى 20 يناير؟ أنا أعتقد، أنا أختلف مع أخوي عبد الناصر، يعني ليس العامل الوحيد في الساحة هو العامل السعودي، العامل الإيراني موجود، العامل الحكومة الشرعية والمقاومة موجودة، الحوثي والحرس الجمهوري لصالح كلها. وأنا أعتقد أن الهجمات الآن أو المبادرة بالهجمات العسكرية هي من الحوثي ضد السعودية وضد مناطق السيطرة الحكومية. أنا أعتقد أنه الفترة القادمة، فترة الشهرين القادمة، ربما تتسم بوضع تقليدي انتظارا للعهد الجديد في البيت الأبيض، ربما وتمضية لهذه الفترة
الرئاسية. إذن توقعاتك بمراوحة الأمور في ما يخص الميدان العسكري؟ نحن نتوقع أن الأمور لا تتغير قبل الرئاسة الأمريكية الجديدة لعهد أوباما. شكرا لك ضيفي من الرياضة الأستاذ سليمان العقيلي الكاتب والمحلل السياسي، وأيضا الشكر لضيفي من عمان الأستاذ عبد الناصر المودع. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من فضاء حر، تقبلوا تحية طاقم البرنامج ومن الإعداد أسامة القطيبي، كونوا بخير.